نصيحة: لا تزرع أسنانك قبل ما تحضر هالفيديو. معكم الدكتور مهند الجمال، عضو الهيئة الأردنية لزراعة الأسنان. أول قاعدة بتقول لا تبحث عن كلفة العلاج، ابحث دائما عن الطبيب اللي راح يعالجك واسأل عن كفاءته وخبرته ومهارته. ثاني قاعدة بتقول ابعد عن الإعلانات المضللة: زراعة بدون ألم، زراعة بدون جراحة، بدون بنج، وشوي بدهم يقولوا زراعة بدون دكتور. ثالث قاعدة: مصدر الزرعة مش معيار لجودتها، يعني إذا كانت ألمانية أو سويسرية مش بالضرورة تكون الأفضل، لأنه هاي الدول بتنتج الكثير من الزرعات وأكيد مش كلها بنفس الجودة. كفي أنك تختار الطبيب المناسب لتضمن أنه بيستخدم المنتجات الأفضل إلك. وأي دكتور بقول لك كفالة مدى الحياة وضمان ومش عارف شو تقول بايع غسالة، قول له شكرا ما بلزمني. وآخر قاعدة بتقول لكل حالة خصوصيتها وخطة علاج بتخصها، وما ينطبق عليك يمكن ما ينطبق على غيرك. اكتبوا لي بالتعليقات على أي استفسار بخص زراعة الأسنان وإن شاء الله راح أجاوبكم عليهم.